أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. هنتكلم عن اللاندسكيب الحديث اللي تبناه أكاديمية أغا خان، بيجيب كل ما هو مطور جديد وحديث وبتديه للطلبة والمهندسين بحيث إنهم يطوروا من نفسهم ويقدروا يدخلوا سوق العمل من أوسع أبوابه مرتبات كويسة ومستوى كويس، عشان بياخدوا تدريبات على مستوى عالي من مهندسين خبرات كبيرة قوي، استشاريين كبير كبار في المكان، وبيعملوا شغل كويس جدا جدا، ومتصلين بأحدث وسائل التكنولوجيا من حيث البرامج الحديثة في التصميم، بتساعد المهندس الصغير أو الخريج إنه يدخل سوق العمل بخبرة كويسة يقدر ياخد مرتب كويس. إحنا بنتكلم في اللاندسكيب الحديث اللي في مصر، بنجيب لهم أحدث حاجة وأحدث نظام عالمي اللي هو بيعتمد على فتح الرؤية في المساحة بتاع الحديقة، كنا زمان بيعمل غابات وحاجات من دي، لا دلوقتي خالص لغينا الموضوع ده خالص، بقى نفتح الرؤية عشان نوسع المساحة بتاع الحديقة، وندخل الهارد سكيب مع السوفت سكيب عشان نوفر مية ويدي شكل جميل ويدي فرصة للبقاء والاستمرارية وبيقلل تكاليف الصيانة. ده كله أغا خان بتحاول تقدمه للناس الجديدة اللي بتدخل سوق العمل، أو المهندس القديم اللي ما عندوش البرامج دي أو الحداثة في التصميم بيجي يتعلم عندهم وياخد الكورسات الحديثة، بيقدر يطور من نفسه ويشتغل في شركة تانية بمرتب أحسن، ويقدر يدخل مجال التصميم ومجال المقاولات بتاع اللاندسكيب بكل أنواعه، السوفت والري والهارد، ما بيستغناوش عن بعض تلات الأقسام مع بعض مرتبطين بما يسمى اللاندسكيب. اللاندسكيب الحديث بيجي على الابتكار والأفكار الجديدة خارج الصندوق خالص، غير اللي اتعلمناه زمان، بحيث انه يوفر ميه ويعمل منظر كويس، ويدخل هارد مع سوفت، وافتح المساحه ما بقى فيهاش زي الغابات بتاع زمان، واقلل تكاليف الصيانه من اول التصميم لحد ما اوصل للشكل الجميل اللي انا بعمله في اللاندسكيب الحديث. طبعا دي اغا خان بتتبنى الموضوع ده وفرحين فيه جدا جدا، وربنا يوفقه وشكرا.